هكذا كانت الأجواء التي أقامتها مجموعة من الشباب بتوجيه ودعم من إمام مسجد الإمام المهدي في النبطية الشيخ خميني ملك بمناسبة ولادة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تميز الاحتفال بيوم ترفيهي طويل، وقدم من خلاله ألعاب وهدايا للأطفال ووجبات من الطعام. يخرج هذا الاحتفال عن المألوف ويسجل خطوة إلى الأمام بمناسبة ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانت تقام بهذه المناسبة احتفالات خجولة جدا. بقول أنه على حب النبي صلى الله عليه وآله خلال سنين بلشنا 50 إطعام، 100 250، وآخر مرة كان 500 أستاذ سيد هادي السنة الماضية. اليوم بقلب النبطية الشيخ خميني ملك وكل اللي عم يصير هون حنقطع ال 500، لأنه هذا متواصل كل النهار على حب النبي صلى الله عليه وآله بشكل متواصل، حب وأكل وفرحة ولعب. شعور حلو إنه تشوف الأطفال فرحانين بهيدي المناسبة. الأحلى من إنك تشوفهم مبسوطين بهاي المناسبة إنك تشوفهم كلهم بصلاة الجماعة. كل ما تشوفهم بعد بصلاة الجماعة بتتأكد إنه الأم بخير والضيعة بخير والجامع بخير، يعني المهرجان الجاي بعد 10 سنين بخير. شكر القيمين على هيدا المهرجان لإتاحة الفرصة لإني شارك بهيدي المناسبة. باسم مكتبتي مكتب فيولا بحب أنصح كل الشباب أنه يستغلوا طاقاتهم ليكونوا فاعلين بالمجتمع، ليساعدوا كل شخص معنا بإحياء هذه المناسبات لحتى نكون نحن عن جد من الممهدين لظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل عام وأنتم بألف خير. سلام. نحن بهذه المناسبة حبينا نعمل شيء خارج عن النطاق التقليدي بس ضمن الميزانية اللي عندنا، لأن هدفنا الأول هو الأطفال، أنه تقدر تدخل البهجة والسرور عليهم، تقدر تربطهم بنبي الأمة بالقيم العظيمة للنبي صلى الله عليه وآله، الصدق، الأمانة، العبادة، معرفة الله إلى آخره. قلنا بنعمل شيء متعدد، يعني في شيء ألعاب، في شيء مسابقات دينية قرآنية، ركزنا على القرآن الكريم خصوصي لأنه في هجمة عليه بهذا الزمن. نحن هدفنا الأطفال، أولادنا، أجيالنا، بدنا نحفظهم، بدنا نعمل أي شيء لحتى يضل هذا الولد بمأمن من الهجمات اللي عارف أنت الانحرافات الفكرية والثقافية عم تعرض لها بهذا الزمن. تعتبر مع أنه هو النبي هو أعظم شخصية بتاريخ البشرية، هو الواسطة والوسيلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لولا النبي نحن ما عنا ولا أي عقيدة ولا أي فكر ولا أي شيء بيربطنا بالله عز وجل. نحن عم نأسس لشيء جديد، أنه نحاول هالمناسبة نفعلها مش بشيء بسيط. أنت شفت هون نحن من الصبح للمغرب، يعني عم نحاول نبين أنه لازم كل النهار وبأكثر من شغلة، عم نحاول نوصل شغلة أنه نحن بلشنا بلكي الأجيال اللي بعد منا تكمل، بس مع تطوير، مع كون أنه مناسبة أكثر عظيمة لحتى تاخد ضجة، مش هيك تكون تمرق بشكل خجول جدا. وعليكم نتشكركم، أنتوا دايما حاضرين، موقع النبطية حاضرة جبل عامل، عم بغطي كل الأنشطة الثقافية الفكرية الدينية إلى آخره. طبعا شكر كبير لكم ولكل من ساهم بنجاح هذا العمل. يعطيك العافية. على كل حال نحن رفعنا شعار سنبقى حاضرين في كل الميادين. قطعوا عن الإطار التقليدي، سبقتوا العالم إن شاء الله. يعطيك العافية إن شاء الله، بتعاونونا. شكرا. مشكور.